السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شيلي يا نجاح. حاضر يا بوي. منقوم الساعة. يلا تعال يا بيه وقف يا بيه. تعال يا خيدي. يلا يا شهدي. خش نزل اسبطون مصطر اللي عمله برا. حاضر يا اخوي. بقول لك يا ابو، انا كبرت بقى وعايز اتجوز. اتجوز؟ مالك يا واد لسانك معوج ليه؟ قصدي بقى عايز اتجوز كمان نص ديني، والبنت سنها اللي شغاله عند دكتور مونس كبرت وبقت زي الفل. لا هتتجوز من بلدنا، هنروح ونجي لك احلى بنت في الصعيد كله. يابا ما طلبت منك اتجوز بيه سخط كرم، ودي بقى من الصعيد وانت رفضت. عشان شحاته اخوك متكلم عليها قبلك وانا حجزها لك. يا جزمه يا ابا. هي وقعد بالمره شويه البنجر ده من عراف. اسم الله عليك يا اخوي. في ايه يا بك؟ نبي جرى لك حاجه؟ مش حاجه انا جاي. ما اعرفش مالك يا شيخ. جت سليمه يا ماله عيل اعمى وحمار. حد يمسك في حديد الموز يكشف عن حش رقبتك. اصل واد خرع مش هتعرجل منكم كلكم. انت بتحاميله يابا على الفاضيه والمليانه، ودي عيل خرع ما يستحملش قلب. تحب افرجك؟ اقطع رقبتك لو قربت. خلاص يابا انا الغلطان، مسكت الهوا. اقول لك اهو بيمسك الهوا. غيظكم بعلامه. الوحيد فيكم اللي معاه دبلون، وانتوا احسنكم يا دوب يفك الخط. بلا خط بلا كارت يا حاج بقر. ايه ما انتش فالح غير في قله الادب. سايب مرتك وعيالك في البلد وداير تصارمح مع الحريم. ده انت هتتشوف نار جهنم. وريني يا واد. ها الدكتور مونس يلا. ده خدش بسيط ما تقلقش. صاحب اخواتك يا شحاته، سيبك من ابوك. الله العظيم بعمل كده يا دكتور، هم اللي ما عايزينش. كل ما اجي اطلع معاهم يمشوني بعيد عنيهم. صح الركع المعون، ان كان خال الخال زين الواد وخاله يزينوا القبائل. ما تتفردش كده يا عجوز، ابوهم واحد الركع العصب. صاحب اخواتك يا شحاته علشان ما تتعبش. متشكرين يا دكتور. يلا يا واد. حجاج اؤمر يا دكتور. لونك مخطوف يا حجاج، بطل تاكل ليه علشان صحتك. سلمها لله يا دكتور، تصبح على خير. يا حشمت ابي هي لعب اخوك حشمت. واه يا نجاح، مالكيش راجل تسال عليه؟ كل مات كلوا القطر. وانت حتكون محتاج ايه؟ ما انت ملطوع طول النهار قدام الدكان، واكل شارب نايم، واولادك براعيهم طول النهار والليل. ماشي زي اللي فيا وعايرين يا بت. بكره تعرف ان انا اللي باجي لك. اهم تنسيش تجيبي طفح نطفحه. اتكسفت انشر دول. الواد سيد واخواته واقفين على السطح اللي قصادنا. سيد واخواته؟ بتختشي قوي يا بت. لا 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 ده انا محترمه قوي. في حاجه قولي لي. انا بستغربك قوي يا بت يا نجاح، بقى بعد كل العشاء والعيال دي لسه مش طايقه علي. عامل ايه؟ نطر لا نافع رج ولا طار. يبقى لسه بتحب اخويا كرم. جاك حش بطنه هو الاخر. ده انا كان ناقص احب على يده عشان يتجوزني. هو شحاته اتاخر في النوم كده ليه؟ ما تتلهفيش جا دلوقتي يصحى. جبنا بسيره القط. قصدك اسد. وقف يا وقف يا مريح. استعمال اقول ليه وانت واقف عندك بتتفرد؟ وحياه امك اللي خليك تلم جزازها. سامح يا معلم كرم. وحياه بيسه. خلاص حلفتني بالغاليه. خلاص غور يلا طريقك اهلي. انا قابل يا معلم. بس دي قرصه ود بس. اتهرج يا كرم. ما هرجش وربنا ما زي ما انت كرم. ده انا حبايبك ليه؟ ضربته ليه يالا؟ لا انا مش هتكلم الا قدام الاستاذ مفيد فوزي. انت هتهزر يا روح امك. طب ممكن اضرب تليفون؟ هتكلم مين يعني؟ لا بتاع الدكرموتيه قالوا من حق المواطن يضرب تليفون. طب اضرب يا اخويا. ايوه يا عيد،
دبت الدلاليب وعدبك الخياط خد منك كام؟ ليه هم كام دلابيه؟ لا يا واد عمي كده ضحك عليك في 30 جنيه، انت تروح تديبهم منه بما يرضي الله، لو ما رضيش طربق الدكان على دماغه وهاته في الجسم، انا قاعد مع البيت ظابط. لو النبي يا اخويا. واحد اسمه حجاج عايز سيادتك بره يا باشا. خليه يتفضل يا ابني. السلام عليكم يا بيه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا هنعمل محضر صلح يا بيه بعد اذنك. كرم وجعران اخوات ما يستغنوش عن بعض وانا ضامن. موافق على الكلام دوت يا ابني؟ اللي تشوفه يا سعاده الباشا. علي 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 هو فين علي ده باشا؟ باشا بسام يا بنت منك ليها. قيام جلوس. تعالي انت. بقول لك ايه يا حاده، هو الشباك ده ما يديش يمين شويه؟ شقه ابو سرم اللي جنبنا شباكها يمين، بس هو ابو سرم مش هيرضى دخل. باب العمود ده ما يديش يمين شويه؟ باب شمال؟ باب يغور في داهيه. طعن انت يا ابو شعر حرير، عبرني ورد عليا. ما تحترم نفسك. ايه انا كلمت الجناحيه اوصلك ببلاش؟ ايه يا بهايم ده؟ ما تعرفوش تسوق، تركبوها ليه؟ انا ما اعرفش اسوق يا ابن الدزمه، ده انا اللي مشيته بضهري عمر اهلك ما مشوش قدام. يلا يا ابو روح يلا في داهيه. يا صباح الدمان، تعالي اعمل لك مفاجاه. هعمل لك فرح الناس كلها تديب في سيرته، فرح واطي واطي يعني. احنا هنتجوز فين يا كرم؟ انا عندي مطرح بدورة ميه وقدامهم فسحايه ينطروا فيها ورا بعض. بس المطرح ده بتاعك انت واختك، انا عايزه حاجه بتاعتنا احنا. ايوه ما اختي دي لازم انها تتجوز. انت ما بتشبعش من الزرع؟ ما انت ساكن في فيلا كلها شجر. مش بتاعتنا، احنا شغالين فيها بأمر الدكان. شحاته يا شحاته؟ الاسم بس، الدكان وكل حاجه بتاعت الدكتور مؤنس، احنا عايشين فيها عواله. نفسي ارجع بلدنا. سعيده يا رسول الله، هو في حد ساكن في حتته دلوقتي؟ مش عارف، يمكن بحس احسن في الصعيد، مع اني برضك ماليش حته هنا. الدنيا ما هي واسعه حوالينا اهي، هي ليه بقى مستقره يبقى عندنا متر واحد يبقى بتاعنا؟ عارفه يا بنت ايه الاهم من الملك؟ ان يكون ليك حد في الدنيا تحبيه ويحبك، تخاف عليه ويخاف عليك، يبوسك ويبوسك. الساعة خلصت يا شحاته. يا بقرة، واحنا مجرين عجلة؟ لو حابب خد ساعة تانية. لا يا اخويا تشكر، دي القعدة هنا أغلى من السيمة. هو احنا لاقيين الفلوس؟ يلا بينا يا شحاته. يا بت استني ناخد ساعة تانية. يلا بينا نتمشى في أبو بلاش أحسن. خطي حلو؟ معرفش. يبقى ما عجبكش خطي. لا بس أنا معرفش أقرا، أنت لازم تحرديني يعني. طب وإيه يعني؟ ما أنا كمان ما بعرفش أسوق. خلاص، يبقى اتفقنا. أنت تعلميني القراية والكتابة وأنا أعلمك السواقة. اللي أقول لي يا كرم. إيه؟ هو انت بتعرف ازاي كل اللي بيحصل في الفصل بتاعي؟ اصل مخاوي. طب ايه رايك بقى ان الجن بتاعك ده اوانطه؟ ليه عمل ايه؟ اصل حصل حاجه في المدرسه النهارده انت ما تعرفهاش. حادث ايه؟ مدرس حاول يحط ايده على ظهري. ايه؟ بس انا ما سكتش، نفضت ايده ومحترم نفسه على طول. وعمل ايه كمان؟ معايا ولا حاجه، بس هو كده متعود يعاكس كل البنات. اسمه ايه المدرس ده؟ مسعود. واسمه ايه؟ مسعود. يطلع عين امه، هي حصلت يعاكس بنات من كد عياله؟ اسمه ايه المدرس ده؟ مسعود ده. ايه بيشتغل ايه المدرس ده؟ يطلع يلا روحك يلا يلا. هو ليه اخوك كرم كل ما ابويا يفتح له الموضوع بتاعنا يعمل عبيط ويتهرب من قرايه الفتح؟ بصراحه يا شحات اخويا كرم خايف، عايز يجوزني لواحد صاحب ملك على اساس انه صاحب املاك. ما هو ده اللي بيقوله، احنا غلابه ومش ناقصين غلبه على غلبنا. هنتجوز انا هنتجوز برضا غصب عنه هنتجوز. ها يروح في 60 داهيه يضرب دماغه في اقرب حي، ولا نسى ابويا عمل معاه ايه؟ لا يا شحات اخويا ما يستاهلش مني كده، المثل بيقول إن جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. أخويا كرم ما عملش كده، لما جه السيل على بلدنا شلني تحت باطه زي القطة اللي بتشيل عيالها بسنانها.
وانقذ حياتي. خلاص طالما انقذ حياتك يضيع بقيه حياتنا. انا مش قصدي يا شحاته، انا قصدي ناخده بالهداوه شويه. طب ما تزعلش. ايه خلاص بقى ما تزعلش عشان خاطري بقى. خلاص ايه هضربك. اضرب اهو اضربك. اوعى كده الشاب يا واد. تسعة جنيه وربع. ليه؟ بدل حب وبدل بوس وبدل ما مد ايدي على حد. ايه خلاص خلاص قوم بينا يا شحاته من هنا. قوم علم طلب يا مراح. سلم على ابوك الحاد. يوصل يا اخوك. اقول لك يا كرملنا ارغي. انت مش هتطمن جلد بقى وتريح بالي؟ ريح بالك في ايه؟ بيسي مالها؟ علي الطلاق ما هتلاقي اجدع مني ولا حد يجددها في الدنيا دي جدي. باذن الله بكره اما تموت مورث عنها جرات وجسبتين وستتها. يا راجل اختشي على دمك، ده انت في رقبتك كوم لح. طب ما بتفهمش قلنا ماشي كمان ما بتحشش. وانت رايح فين طيب يا غباوي؟ طالع بيتك. بيت ايه يا ابو بيت؟ الله الله الله، انت فكرت نفسك صاحب ملك بصحيح ولا ايه؟ لك ودع في بطنك. ايش حال ما كنتش بتلف على قلبك قد كده كل شهر؟ لا يا المليم اللي بتدفعها دي فلوس. ده صاحب العماره لو عارف اني مسكنك في قسطاتح من وراه هيدخلني السجن. طيب هتنفع لي بيه مليمك يا غباوي؟ انت يا وليه يا بنت الجزمه؟ ايه حكايه بيسه دي؟ عن جوزك يا بنت الكفهان طالبها واخوه طالبها والدزار طالبها والبواب طالبها. ده انا جربت اطلبها. متلجع جوه يا شحاته. شحاته كرم هيرتكب جنايه، راح يضرب مدرسه في حالها. يضرب مدرسه كيف يعني؟ طلبت لجنه الشؤون الدينيه والاوقاف بمجلس الشعب بانشاء قرافه لهيئه اسلاميه مستقله تثبت برامجها باللغات الانجليزيه. انا كرم غباوه جيت يعني نهدى ونثبت. اتفضل يا راجل. اي حد هيتحرك من مكانه همزه غزه دي بقدمه وتبقى عليها مستديره. انا عايز المدرس اللي اسمه مسعود بتاع الفيزياء يطلع قدامي هنا في الطابور. ايه يا مسعود بتاع الفيزياء؟ اهلا. اي بنت لمس اسمها اللي اسمه مسعود ده ترفع ايدها. يا حنين كل واحده ليها حاجه عنده تاخد وقت قبل ما امشي. يلا يا بنات يلا يا بنات يلا يا بنات خدوا حاجتكم يا بنات. اضربوا يا راشيا اضرب يا لفه مش حاسس. اضرب لا يا راجل خلوهم يربوك عشان يحرم يعني كده بنات الناس. كل المدرسين والفراشين امسكوا المجرمين دول. ارجع ارجع مش عايز اعور حد ولا اذي حد. شايف ان حكايتك مع البيت انج دي غريبه شويه؟ ليه يعني؟ يعني البيت لسه صغيره وانت عمرك قد عمرها يجي مرتين ونص تقريبا. يا عبيط انا عندي وجهه نفر. اي بيت تفكر تتجوزها النهارده هتلاقيها قلب عداد يا تلاقيها مخيشه. قلت اقصر المشوار واخد بيت على الزيرو. ده دي دلاند اهدي اللي تتضامن وتربيها على ايدك وتفهمها اللي انت عايز تفهمه لها. من الاخر عدينا وتشكلها على مزاجك. الله يمسك بالخير يابا. اقول لك البطيخه اللي ما اتفتحتش شبع التخبيط. طب يلا يا اخوانا عشان نقطي البضائع ده ضخم وهيقعد ساعه. يلا عدي 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 علي النعمه. انت ما بتفهم بقى تسيب واحده زي نجاح تضيع من ايدك وراح تجري ورا عيله. يا بت تفهمي نجاح دي سابتنا امسك ايدها ولو كنت زودتها شويه ما كانتش منعت. والبت اللي ما اتمنعش قبل الدواز ما تتضمنش بعد الدواز. نجاح اشرف من شرف وانت الخسران. المثل هيقول اقفل جدر على فمها غير رزقك لم تحوش. تصدق انك بقفل وحمار وصدق اللي سماك غباوه. يا جزمه يا بنت الدبانه بتشتم اخوك الكبير ورحمه امك لسيح عظمك ورحمه ابوك وامك. لو مديت ايديك عليا لك امي كسر البيت علي فيه. كسريه هكسر حبيبه قلبك دي. لا 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 خلاص خلاص انت هتمسكيني من ايد اللي بتودعني. سافول يا ام هندي. اهلا يا اخويا. مين؟ انا كرم غباوه. ايه كرم بتاع الكارته. ازيك يا ابلة هندي؟ اندي هو انت من البلد اللي بيقولوا الجيم ديم؟ لا من اللي دنبيها. طب وانت تعرف انجي منين ان شاء الله يا اخوي؟ ايه اللي عارفها؟ طب ده انا حتى ده اتجوزها بس بسرعه حتى ابوك الاحسن سلام الموقف لوحديه. الوداع اهو الفرح اهو الشرح اهو. حلوه
الدجاج اللي اوله شر اخره نور. انا اتفقت مع كرم انها يخليها تخلص علامة، وعايزك انت تشهد والنبي. انا شاهد وضامن كمان. وماله بس، هي تشد حيلها وانا ادخلها ثانوي تجاري وتكبر روس تساوي. ايه وانت معاك ثانوي تجاري؟ لا ياما انا مش تلميذ، ده انا فريز. انا بقالي 20 سنه واقف قدام المدارس صناعي وتجاري وتوديهي. السلام عليكم يا عوض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برضو عليك 10 سنين. وصلت الطلبات لأصحابها؟ أيوة. طبعا لو خدي فاكهة البيتة وديها دكاكين العصير لحسن تبوظ. أتهوى وأشرب بجماب وبعدين أطلع تاني. مش شايف العرق قد إيه؟ يا ريالة بطل جلع، خلص يا حيلي، خلص خليك تلحق ترجع قبل الدنيا بتليل. ما عندك شخطين غيري، اشمعنى شحاته يعني؟ بتقسم الطلبات علينا يا اخي، ولا عشان ابويا سايب لك الدكانه تتمرس علينا؟ طب مش طالع طالما الحكايه لايف لاي، ولما اجي ابويا بقى نحكمه بينا. زريله خبطتوا ليه؟ بتعلي صوتك على اخوك كبير؟ خلاص يا سالم حاج الخير، بعد الدنيا علي. والخدمة شرف، انتم مفتريين، قاعدين من الصبح بتلعبوا وهو الوحيد اللي بيشتغل، وكمان عايزين تضربوه؟ ما تروح انت يا تنبل تودي الفاكهه، على الاقل تعمل بلقمتك، ولا اليومين اللي بتلهفها حتى مش عايز تحللها. نحللها يا ست البنات يا اصيله يا اخت الرجاله. عاجبك الكلام اللي بتقوله اختك يا معلم طلب؟ ما تختش يا بنت عامله راجلك زي الناس، قلت الادب بتاعتك دي. راجلي شلها يا راجلي. ده عقد بيع مني بحته الارض اللي انتوا قاعدين فيها. ايه اللي بتقوله ده؟